خليني اقول لكم تفاصيل اكتر كده عن جداول الحفلات وايام الحفلات والنجوم اللي هيحيوها ان شاء الله. عندنا يوم الخميس اللي جاي الموافق 3 اغسطس هيكون حفل النجم الكبير مدحت صالح والنجمه المتالقه صوتها جميل الملائكي ريهام عبد الحكيم. ده يوم الخميس. يوم الجمعه هيكون حفل الكينج محمد منير، ومعاه كمان الفنان اللي هو يعني ده مأثر فينا كلنا اكيد يعني وعمل نقله في المزيكا الفنان حميد الشاعري. فالاختيار كمان جميل، هترجع كده بالذكريات وكمان مع طبيعه اغاني ولون مختلف. يوم السبت هيكون حفل ملكه الاحساس اليسا، وهيكون معاها كمان النجم تامر عاشور، وبرده ده هيكون يعني عندنا كده خميس جمعه سبت ثلاث حفلات، وكل ثلاثة ايه ده كل يوم كده حفلتين ونجمين، فعندنا كده ست حفلات لست نجوم. فطبعا زخم ما شاء الله كبير وتنوع، وده المهم واحنا بنتكلم على الفعاليات من فنية ورياضية وثقافية وكل الكلام ده كله، انك تقدر ان انت تلبي كل الاذواق ويفضل مهرجان العالمين محط انظار، وطبعا كل النجاح والتوفيق بإذن الله.